خفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة لأقل مستوى منذ يناير عام 73، وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن طلبات إعانة البطالة الجديدة هبطت إلى 215 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 24 من مارس الجاري، مقابل 227 ألف طلب في الأسبوع السابق لها المعدل بالخفض. أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة على مدار الأربعة أسابيع الماضية فشهد تراجعا بمقدار 500 طلب إلى 224 ألفا ونصف طلب، مقابل 225 ألف طلب في الأسبوع السابق له. بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة عند الأسبوع المنتهي في 17 من مارس بمقدار 35 ألف طلب، إلى وصلت إلى 1,800,000 طلب.